خازخ كبير كالشرواثة كاوي امتو كبرو ومحضرة اهدخ يوماثة بريشة دخ دها دخ اهدي عد عيدا دي لتا ايدا دصليوة اديو يوم تريانا يعني يوم دي تريق وبنيث القش وهادخ بآدي عد عيدا دي بشلويذا بورسد ايدا دصليوة بشو امند ايدخ يوم تريانا ميل خويشة من كالشرواثة. يوماثا ديوخ قمح ضراختا زيوحد إذا دصلي وزغيذا بيش المقيمة بقاود القوش شاتا قميثي لا هذا زوياحة نطلع في يوماثا دبقاوي حيث كبير كشرواثا مشوخ الب تري يوماثا قماي بيش وي دبقاود هذه درت الدير دبثلتا ويوم أخرى يغدي قد سبيثة تنبلقوش بثرة مشاكة كسقيل طورة تامك بها شويذا نورا ضد إذ دصلي وادق متخيرا باوانيشا دبقاويح بشل ممطيثة أقرثة صلي وبشل خزية بأورشلم تا قسطنطينية ديوا نورا من قرة القرة من طورة لطورة دمطيلة آذي أقرثة دخت كذا صلي وبشل خزية يوم التلتاسر يوم درباسر بشل قلية آذي خبرة بقاود كلها في ويلد ويوما صلي ودمارا بيش لخزية هذا خمخني مشي حاي واخ جيبا قاعد كل مثبات خلنا مرعياثة جدا مقربي ذاثرا كليك مزيحي بني يوماثا ومعذورة تايد صلي وزغيذا بيد صلي وآوني نيشا ديا آوني شهارا وآوني لرازة برقانة ديا مقاوي كله كيل دريا خا مندي رابل خا مندي قمت خيرا حشد مارا قمت خيرا مقود يدي لحاضر قمت خيرا مقاود يفيثيح بيوم خرايا تا ديانة علمة وتا فاخد ملكوثة خريثة أما هذه كلها بدها ويلا هم زوياحة يوم إيذا رازواثة قمنا حرمشة دي ذواثة ماراناي وهادخ إيتا ديان كم يقرأ أجسلي ويقيرا بقاود كلن كشرواثة ونعاين مريا لها بعد بيشي بشطو شن داتي وصلي وهو حويا والعم دخبر بصلي و قوصلي و مصلح لي مخثث لي كل بقوصلي و دمارا بش لننطير من صنعاء دنخيلة ديرد بيشة قوصلي و بش لبرقانة تعمد مهيمني بقوصلي و قوصلي و بشل دينونة تعم دكبيري يعني نكير سليوة أكيد قو هذي يوم دتري شارخلا قوصلوثة آوند وشمية بفرح بدها وتن تراتيل دمرالي جو قاد إيش عطفلة بها وتن برنامج ومسابقات دي لمحضري لجنة قيمخ كلن دمشارخ صلوثة آوند وشمية شماوة وورا وروحك قدشة العلمين آمين آوند وشميان اذ قداش ما اقتثي ملكوث نوي صويانا خيكند وشميا برام أولى اللحمة سنقان اليومانا وشوقلان حوبين وعطا أي كند أبحنا شوقا حياوين لا تعلى النسيون إلا بصان بيشا مطوع ذي لاخي ملكوثة حي لو تجبعت العالم علمين شوحة لا ولورا والروحة قدشا تفضل Thank you.
أطفال شداسة آخر لا ضرورة ما خقام يمكن يا خطف الخنا إلا قرار الله وإذنك دبر الخارج لقيت طيرات خيرات من قصيت يا ثام ماشت زائد ده قصارة بتبكم واخن إذا ثوخن لازم تايب أفور خصوخن حاروت بقوتن ببختة يلا واحد أوكي واحد اثنين ثلاثة يا رأي قون ببختة إذا أصل بفرة تشجيع طلع يقصك بختصبيع يلا يدافع بفر خاصة أولاً استئناف، ثانياً أكليل الجبل، ثلاثة سنبلة، أربعة كركم. شكراً للمشاركة ديخ. مستلم هدية ديخ من اللجنة.
الله خاشوم خاشوم تقول ايداك اخر كلمة عمبا. اوكي شكرا مشاركة دي كلمات واو ديناصور صومال خاشوقة عمبا كلك ميدالي Thank you.
سلام الله شينا اهلا وسهلا اذا تصلي وها وبريخه شكرا طرخت وبريخه وهاي اللي طفت بيت طفت القش كله ان شاء الله جميع كاسخ القش ولا فرشة بنيوماتا بث عبعيذة دبش ويذة إذا تصليوة وكلن كيدخ صليوة خرازة برقانة سر الخلاصي فما بأمرتن بث برصايا بث مناسبة شكرا إذا تصليوة أيك محتفلي قاوح آخا كل سوراية وبالأخص أخني آخا بألقش لأن ما 100% سوراية له فأي مينة معنا إذا تصليوة خميثك ودصلولي مارا نصليوي حضع لأم دنيا تريخن دوية أمح دصلولي بعدين كثيرا ملكة هيلين وأميرة الجيل دصليوي كنت كم خازيلي فملهيلي نورا ملهيلي نورا حتى تواصل تكل مثواث السوراية تدئذي بأن صليوي حقيقي كم خازيل فمن دوية ملدها حسب ما تقولي لنكم ريد كم ريد محتف فيه إذا دصليوي بغدث يومات تلتاسر بيرخ التشقة محتف لي كوذي نورا بثرمة كوذي رازو رمشة وبعدين رازو وكيزك بلطك يسقي لطورك ملهي نورة ملهي نورة أمح طبعا مزامير وأمح صلاوات خاصة تأيض دصليوة فبالنسبة للأشاتة مغير نمطها قصة مزد لإله سيدنا ثابت مطران دبرشية القوش فود لخا مهرجان آخا قمديرة مناسبة إيض دصليوة طلطي وما ثقمد ملخ نورة وذ مهرجان فأث مهرجان الجمعية اللي حافوذي تراتيل وكوذي مسابقات وكوذي كوذي كوذي إخلانه تدمخ لي تأفعل وبعدين تخالص بزالي صفرة لي يوم دلتاسر بير خبتا وصفرة تاو رازب عاصرتا وصلوات وآي وبعدين كيس قصلوثة كلح قاشو مطران وآي وكل مديث شماش وناش ومؤمنين كل يسقي ضدك عليه ثطورة أمر خوالب قميثة قرزة إيه دهك أمر خلقك التنكي لبش كمري لقرزة إيك التنكي كمل هي نورة طبعا أم التراتيل وآي وكماخي فلث مناسبة مو بس إيه وكما حتفلة شباب القش آني زور شباب زوري وآني أطفال من دك أوري بيرخد تشقة يعني ولا رخشتها من قميثة ولدها ما كيسك زوني آني دها ولا بريت مفرقعاتي لو آذي كم دشري مخايا صعادات أشكال يعني صرفي خم مبلغ كبيرة مها فرحي لمناسبة إذا دصليوة دي لصليوة خمندي يعني رمز الخلاص تسوراي تكل سوراي فقم دشني أم احتفال علامة الاحتفال طالع حيلة أكيد يعني إذا أخني خازخ كبيرة ولو أخني إلي وخ أمد إثمن دي بأنه تاويثن ألعاب نارية لأنه إث إيتوتا وإث كفشتا يعني إث جمعتا كياوة خيلة بش كبيرة أو كياوة سوكالة أو معنى بش رابة تأيذ دصليوة إبن أمرخ إن تريماثة تقم ملهوية شعلة إلي خا محضرته أو ختهيئة أو يعني كلها حميلة ولا بهيو وبصخوثة دي آثي دي خازخ صليوة صليب الحيدر دي كمرين صليب دمشيحة وآي تخازيل وبصيغ قاوح كاوي كله ينوخن وآلها موافق لوخن وبخيرد مريا قاضوت وخك ميوماثة وخك معدام بسيم آخر شكرا جزيلا شكرا على ناطر أخون وإن شاء الله إذا بريخة تاوتا كل سوراي يا ربي وخصوصا دل قشناية شكرا حبيبي شكرا هلو مرحبا شينا هلو إذا دصلي وها وبريخة تاو بريخة تجميع شلام اللوخون إن شاء الله حبه وشينا شلامة كل علمة وإن شاء الله بصخوثة كل شاتة بصخوثة عراق كله إن شاء الله جميع إديو يوم تريانا يوم دتري من عذ عيذة إذا دصلي وها نعم. قو بنيثد القش وهذا خغزين لأني كالشرواثين أني نشاطات دي خواوة شوتبتا من جوقة ومن كبير مسابقات بس مطيلا آخر وغبم ياخر يخد إخلام بسيم يبرخ برياني اديو زلن ودلن خلقة حلو يمت خاثة فلو مشورك لن يعني وزلن والي أني دستياث الدولمة مشورك لن حبه وبصخوثة وإن شاء الله هرتا بصخوثة عراق كلح وهر تايب صيخ يعني أختمها مثلا نشاط دقيتة يعني نشاط دقيتة لقاء المرأة جمعوتو انش معلن وجمعلن يعني وذلن أف مناسبة بعيدة دصليوة يعني دقيذة يعني أي بصخوثة لتا كود يوم لو مثلا يوم قماية الخاوي ويوم دتري لا يعني حسب اللقاءات لا كود لقاك مشارك بخمدي كل لقاء كود لقاء أوكي. يعني ادي يوم دتري وذلو خود مرخ كل حدول مرة
كل عدوالهم الأديو كم رخلة من خلياتها تشعي ثاناي الأكلات الشعبية يعني الأكلات القش يعني يختم قبيله خم بأنه دقودوتو يطلق أخني من أنا أي أكلة يعني مناسبة لا حليثة أي مندي بسيط أري يبرغ بسيمة في كاو كل دوك هر كل وقت حلوية الدولمة كم رخ ألها مقويلو خن وبخيلة مريا أتها أوتو دائموثة بعد كشة تبسخوثة إن شاء الله أشير دصليوة وبريخة كل علمة قوة دالها هلا وعززتي هلا وخيلة باي باي سلام الله هلا وبشينا وسلامة إذا تصلي وبريخة بريخة هلا خل كل شيء حاي إذن خمث لا كم رخم شير وتصلي وباثر طرب دهلانك ناظر وإيوة بش ما يخاف من دث مثلا أتيقة كم شار بوخ بشخلوب جوكم غاير بقيارة وهل بتكنافل بث تاريخ بث يوما شير دصليوة ايه شير دصليوة كلنا شك يعني كتشا تاخدث وقت صادف كلنا بحضر طالح وتشاتا وذلي مهرجان بقاوح ثلاثة يوم نتم البديلة وديو اخني كل لقاءات يعني نشاطات ايتم شرك لي بقاوح واخني خامني أديو أنا مشارك لي بلقاء المرأة وأخوي مريم القلب الطار وذلن إخلانا وذلن يبرخ وذلن برياني يعني جمع لنا مجموعة وكلنا مشارك لنا دائما شير دصليوة هاوي وخيوما مثلا تلتاسر بيرخا هاوي ويوم دمال هويد شعلة يسقي والقرز وثاني يوم هاوي وإذا وهم أديو هم ذهبت هاوي تنشعلة هم ده نفسد مندي تلتاسر بيرخ ملا صبرة إن شاء الله وأرباسرك محتفلي ناش كل بصيخي كل كيسقي كمل هي شعلة كما خي طقاقات سعادات أن شلان بصخوثة وعجايا كبيرة بصخي كما زد إيه إيثن 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 مجازفين أو يعني سوكالة ديح ينمعنا ديح بيش شعلة بونورة دكبايش ملوهية بغددو كعليثة دي لخنيشة دغزيثة دصليوة دي لصليوة هيلين كم خزيال قدشتا هيلين واو رمزة بسخوثيل وتحبه وتخلاص صلي ورمزة خلاصيل تكل من شي حياة بس مجينوخن وآلها مقويلوخن وبخيل مريا داوت وبدأ إموثة بآدخك بشتا إن شاء الله بسخوثة هلا وعزتي هلا مستعدين؟ ما معنى كلمة الإنجيل؟ بشارة جواب صح جيد ما معنى اسم يوسف؟ في الإنجيل طبعا ما معنى اسم يوسف؟ الله يزيد سؤال من هو أول مكتشف الصليب؟ من أول مكتشف الصليب؟ يعني أول شخص ذكم خازير صليوة قديس إيلين جواب صح ملكة إيلين أوكي ما أهمية الصليب في حياتنا؟ أو ما هو رمز الصليب في حياتنا؟ الفداء والتضحية جواب صح الفداء والتضحية والانتصار والخلاص تعادل تاوي سؤال خلنا حاسم انتي صرت اخا صليب المشرق سؤال صعب هيك كبير تخبرته اوكي الصليب المشرقي الترموز كل جزء منه يبرمز يبخو شرحته لما هي رموز الصليب المشرقي رموز الصليب المشرقي الصليب فوق الصليب دوائر ام عدلة بس جواب دي كلمات دوائر فيه ولا ايش الصليب بطرة ايه شموتني لي دي مطة ده اوراق اللوخو مد اذن قوراقة وذوتو بطرة واضح القالي تمام بداية قصة
طبعا بداية قصة إذن خشخص شمح سعيد. الشخص سعيد زنجين وكبيرة كبيرة كبيرة يعني ما قد أمرته زنجين زنجين وملياردير أثوى بزان وكل مني. فدائما خازوا الخورح خازوا الروح حزين يعني أو صح شمح سعيد بس الروح حزين داخل ذي. فمقترح لإله خورح أشخاص دي لخوضرانه إنه الزاون قارب وخاضر قاوح خوضرانة أرى وخاص كل من ذي الخليق حالها. فمير طالح سيزون قارب ثانا جوز أخبوراك قارب تمام؟ بس بدأ بخلقها مثلث واضح؟ بش لقارب غضير سعيد خوضران خازر داخرته رجع لسعيد حزين داخرته لأن سويله كل من دي غزيله. فداخرته رجع للخورح مقترح له طالح خم دي خنة ميريزون بيتا يعني فيلا ربثة ودريقة واح كل من دي تكبته سيارة طيارة تايبة صالة جيم ريال كل من دي دريقة واح تخاطر تقاضط كل يوم القاحت لبعد ما لقيبه. فقرر الزاون بيثا أث مثلث مطبقه لأم دث جهة غريثة دث مثلث خور بس خرقاوي بس هذا تمام؟ وتبداري بش لبيثا فعشل سعيد بس بيثا كدي ما هو ذو خمدي خيام وتري وطلاثة ويرخ قاخر دا داخر ترجع لسعيد حزين قاخر دا لأن سويلة لبش كذا مع كبه. فداخر ترجع للخورح مر داخر دا أنا بش لي حزين لبصخ لي بث مندي دي ثوالي أنا. فكيمياوي الخم اقترح خلنا أتنقلها بدل ما تخاضر قوماية دي خاضر جوجو ما يرطاح زون طيارة. كم تعبنا بلقى طيارة طبعا يبقى أجنحة جناح يمين وجناح يسار بشلا طيارة. فدي خاضر سعيد جو طيارة وخاص كل ما دي يذبقوا أرق آخر ده بس من الإيل داخر تخيهم وتري وطلاثة وأربة ويرخة داخر ترجع لسعيد حزين آخر ده لأن لك هذا ما عود بعض ورجع لقيمة خورع آخر ده ومقترح لإليح زاون صاروخ بس بتخخ لأجنحة بش له صاروخ دي زال القمر دي زال خاص فضاء خارجي. سقل السيارة وغزيل داما كبير من ديان وغذير قوي خيمه وتري وطلاثة ويرخى داخر ترجع لسعيد حزين قاخر دا ميري يابا اهتماك بتلف من اللخ اوقد بارد ادوخ ايقد كيزت ليت مونس بقو خايو اذا خمن دي خلنا لازم جيلت اللح اذا واتو بغزي اني اجني حد بش لخط ميري آيت ود بجيالة لصليوة آيت لازم جيالة المنيلة آود ما نخلو مو بقو أمبار دي لأمو. شكرا طلاخو. حوالين ده الدائرة ربثة التن أربدا وأرخني من كي آدمي لن أربدا وأرخني؟ أنا جيل أربعة جيل قرأك ديوم أخني بخاين يدخ ميل معنى صليوة المشرقي ديخ أخني بطآنة ديخ أخني ديكسر لخ قامح دائما يدخ معنى صليوة ميلقو خاين هذا
أجمل صليب ديوخوي ذا مسابقة إلي سيفان حميد سجماني نكشاق له هدية ديو باركة التي بين النساء بشعلة محبتك المملوءة منها يا مريم العذراء احضر الخطأ اطلب معونتك علمينا طرق الإيمان والركاء. السلام عليك. اطلع علامه.